أشعر بحزن كبير وأنا أرى اليوم نعيم المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء. نعيم المشرقي تجسد حقيقة هرم من أهرام الساحة الفنية الوطنية. نعيم المشرقي كانت تربطني بها علاقة صداقة وأخوة ومودة منذ زمن بعيد. نعيم المشرقي تركت بصمات هائلة في الساحة الفنية الوطنية المسرحية والسينمائية. ونعيم المشرقي كان لها حضور وطني وحضور دولي، وحقيقة ونحن نراها في سيرها نحو الخلود، ونراها إن شاء الله وندعو لها بأن تدخون فسيح الجنان. لا يمكن إلا أن نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لهذه الفنانة الكبيرة التي ستترك آثار طيبة والحمد لله في الساحة التقليدية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.